السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو بيتكلم عن نفسه وبيتكلم عن ايه بالظبط؟ هتقولوا بقى ايه؟ مقارنة، تحدي، اي حاجة بقى انتوا تحسبوها زي ما تحسبوها. ده ماك وده البافر. البافر ده طبعا متخصص، طبعا ماك ده معروف، مش محتاج مني يعني مش محتاج مني كلام كتير اقوله لانه مشهور قوي. البافلو ده بقى هو اصلا برجر. يعني ايه هو برجر؟ انا هنفضي بقى العلبتين ونشوف ونقارن ونشوف الطعم هيبقى شكله ايه، ونشوف الدنيا فيها ايه. العلبه اهي قدامكم وجاي معاها ازازه البيبسي دي اللي هو الماك. هنبدا نفتح العلبه نشوف اول حاجه كده. بسم الله. طبعا ده 2 بطاطس هما. هنبدأ نفتح واحدة واحدة كده. بسم الله. اهو البطاطس عمك المول المعروف بتاع ماك. البطاطس المقرمشة بتاعتهم، مش عارف هتبقى مقرمشة ولا ايه لان هي جاية من المشوار. اهو دي أول حاجة. خلاص أول حاجة 2 بطاطس بتاعنا. خلاص اهو. وهنا تشيكن ماك وده تشيكن ماك. خلاص. وده كمان نفس النوع تشيكن ماك. تشيكن ماك برضه فراخ برضه. خلاص. ونشوف وهنا 2 صغيرين بقى همك. هنا 2 صغيرين، واحد هيبقى ما هيبقى برضه تشيكن وواحد لحم. وطبعا جاي معايا الحاجات ديت. خلاص. ومناديل بقى وبتاع اهو. مناديل وكاتشب. كاتشب تاني. كترين الكاتشب قوي. علبة برضه شكلها فخم برضه. أمريكا يا عم. علبة برضه شكلها فخم. تمام؟ يبقى خلاص خلصنا علبة الماك. نفتح بقى علبة التانية بقى ديت اللي هو البافلو ده ونشوف. نفتح العلبة برضه ونشوف ونقارن هما جايبين إيه معاها. البطاطس أهيت كده والبيبس والحاجات ديت إيه. الحاجات بتاعتهم هي اللي جايه وديت المجموعه ديت. هنقول السعر بقى، هنقول السعر وبناكل بقى عشان ما نضيعش الوقت جامد وناخد وقت لا جامد والحلقه تروح مننا على الكلام. عشان نفتح بقى البطن دلوقتي. اه البطن دي امريكا ولا ايه بقى؟ صناعته ايه؟ بس هو مشهور يعني بطل الناس كتير بتتكلم عنه. ايه ده بقى؟ ده حاجة اهو. طبعا دول جايين معاه برضه مع بافلو. دي انا بعتقد ان بافلو ده هيبقى في البرجر هيبقى جامد اهو. ده واحد اهو ساندوتش اهو. تاني واضح واضح سؤال. هنا واحد تاني اهو. يبقى البافلو ده جاي معاه الحاجات دي اهوت. هنجي نشوف اهو. كاتشب ده سلطه خضراء وده برضه مخلل كده وبرضه معاه حاجه كده. واللي ايه والاثنين دول هفس هفتحهم اقول لك هما ايه. في حاجه ثانيه فين الكنز؟ دول بطاطس. ها؟ بطاطس. ها؟ بطاطس. دي بطاطس؟ امال فين الكنز؟ في اه. لا دول دول. طيب نبدا بقى ايه نسمي كده عشان انا ما بقتش عايز اطول عليكم في الفيديوهات عشان الفيديوهات الطويله دي بتضايقني انا شخصيا. خلاص نبدا بايه؟ بماك. هنبدا بماك اهوت. ماك هنا 2 صغيرين، واحد تشيز برجر لحمه وواحد فراخ تشيكن. الاثنين الصغيرين والاثنين الكبار فراخ سايلنت. الاثنين الكبار دول تشيكن. نبدا كده بالاثنين الكبار ونشوف الدنيا فيها ايه.
بسم الله نتعالي هات نروح كده نشوفه يمكن يعني كيلو يعني اهو هو نفسه هو اهو طبقة عيش اهيت بعدين طبقة تشيكن اهي والصوص بتاعهم المشهور ودي طبقة ايه طبقة تانية وعلى الصوص بتاعهم ها ها هندوق اهو قدامكم اهو واضح كده هنا زي ده واضح بسم الله عايز اقطع كده الخرطانة كده واشوف ايه من جوه شكله برضه شوف كده بسم الله عين بعض بسم الله نظيف طعمه حلو يعني يعني طعمه حلو ريحته حلوة ريحته حلوة طعمه حلو مفيش كده زفارة يعني بس الأكل ده يا جماعة احنا يعني مهم جدا ان انت تقول الحق بجد اكل يعني اكل نظيف يعني طعمه حلو ونظيف وفيه زفاره ويعني متنضف كويس في شغل ايه في شغل كويس حط بقى شويه كاتشب كده برضه عشان الحاجات اهو حلو السندوتش ده حلو السندوتش ده حلو هل اقول احنا عندنا طبعا ثلاثة زي دول يا يعني ندوق بقى ايه اللحم ها اللي هو ايه ماشي انا مش عارف اقول عليكم يا جماعه هنجرب ايه السندوتش التاني اللي هو بقى اللحمه اللي هو الفرق لان هما الثلاثه زي بعض الثلاثه دول زي بعض كده صح صح يا شباب الثلاثه دول زي بعض هما ازاي بقى؟ بتقول لك ازاي بقى؟ اللي مختلف؟ ماشي. طب احنا جربنا كده التشيكن بتاع ايه؟ ماكدونالدز. البطاطس بس عشان جايه من مشوار يا جماعه كانت مقرمشه جدا. كده شويه عشان ما نظلمهم. اهو. نفتح التاني بقى اللي هو التشيكن اللي هو اللحمه الصغيره. هنهد بقى كده. اهو. طبعا ده سندوتش صغير مش كبير مش زي التاني هقطع برضه منه كده واجرب اهو شكله حلو انا اللي عاجبني ريحه الاكل ريحه الاكل حلوه قوي بجد ريحته حلوه ده احسن بس عايز ابص الجبنه الصفرا دي عامله طعم هي مش موجوده هنا مش موجوده هنا لا الجبنه دي يا جماعه عملت فرق جامد قوي في الشغل اللي هي ده اللي الجبنه الصفرا ده عملت فرق في الشغل انا مبدئيا كده هلم الحاجات بتاعت ماك دي بقى عشان ايه اجهز عشان ما اطولش عليكم في الفيديو ندخل بقى على ايه على بابلو ونجهز يلا وخليك بقى واقف معايا ونقول دلوقتي بقى ايه الوقت يعني هنخش بقى على ايه على البافلو بقى يا جماعه البافلو ده سندوتش لحمه وسندوتش فراخ اللي هو اولد سكول لحمه وهيرو ايه دجاج واثنين بيبس طبعا في السعر طبعا هقول لكم عليه دلوقتي
من سعر مختلف يعني. يعني طبعا سعر الماك واحنا هنشوف برضو ايه الطعم. وطبعا وجاي معاه هنا كاتشب ايه برضو كميه كاتشب كبيره. وجايب هنا كوينت الناك في ماك ما جابش كوينتيات, جايب كوينت كده تلبسه يعني انت بتاكل. وجايب الطبق الخضار ده, طبق سلطه خضراء, وده طبق مخلل عليه سلطه خضراء برضو, وده واحد من الفراخ او اللحمه, وده ايه بطاطس. بطاطس كام؟ وطبعا ده هو ده ب 107 بالضريبه. وجايب اتنين كنز بيبس. انا عشان ما انا مش عايز اطول عليكم, هو هندخل بقى على طول على المضمون المهم يعني. بسم الله اهو منظر الساندوتش يا جماعه. بسم الله منظر الساندوتش, منظر الساندوتش كده من بره. انا بحب افصصه كده قدامكم. العيش هناك احسن من هنا. العيش في ماك صح, العيش في ماك احسن من هنا. العيش هنا مبتول كده, المبتول يعني ايه؟ يعني ممكن يكون كان بايت, مش فريش دلوقتي. وهنا اللي نشوف بقى محطين ثلاث حتت فراخ اهمت, والصوص ده وحته طماطم. انا هقطع برضه حته كده واوريها لكم عشان نشوف الدنيا فيها ايه. العيش هناك احسن من هنا, والمقارنه واضحه يعني يا جماعه. اهو شوفوا كده المنظر اهو. المهم هندوق الطعم بقى من ايه ونشوف الدنيا فيها ايه. بسم الله. طعمه حلو والله, طعمه حلو البتاع ده. الدجاج ده التشيكن ده بتاع بفر ده طعمه حلو. اللي هنا ما عجبنيش, هنا الحاجه الوحيده اللي ما عجبنيش العيش. وجاي تكون غصب عنهم, جاي تكون مني يعني, هي جايه ساعتين سفر الحاجه ديت. المهم افتح برضه زي اشوفها عشان من الانصاف. الساندوتش حلو عجبني. نخلي ده والسلطه برضه نشوف كده نفسها على فكره. لا مش نفسها, لا نفسها. لا يا باشا والله نفسها نفسها. السلطه زي ما انتم شايفين نفسها. المهم انا هاخد دي كمان عشان اقول خلاص. ايه هنجيب بقى ايه نفتح ده. عايز اوقف كده حاجه ده معانا. ده بقى يا جماعه اهو الاولد سكول. الاولد سكول لحمه, الاولد سكول لحمه من ايه؟ من بفلو. اهو نشوف بقى هيبقى في فرق برضه ولا ايه؟ نشيل كده بسم الله. بس قفلته يعني الكيس بتاعهم حلو يعني. الكيس بتاعهم نظيف, يا ده حافظ على الحاجه برضه. انا احب يعني الحاجات دي بتبين. ونضيف اهو, هو نفس العيش. نفس العيش بتاع الدجاج. خلاص؟ نفتح كده ونشوف. بس البوي الاول نفس الصوص. دي بس دي لحمه, هو نفس الصوص تقريبا بس دي لحمه. كان هناك شريحه طماطم, هنا ما فيش شريحه طماطم. دي مش عارف مش حاططها ليه. اهو والله ايه. لا حلو في ريحة اللحمة. لا 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 في ريحة اللحمة, في ريحة اللحمة وزي ما يكون معمولة على الفحم كده يعني. فيها ريحة حلوة, فيها ريحة حلوة يا جماعة والله عجبتني. أنا مش عايز أصور عليكم يا جماعة. خلاص كده يبقى البافلو. أنا يعني أنا برأيي إن هم إن طبعًا الماك طبعًا هم البفلو ما يحصلوا في حاجات, بس أنا عجبني ريحة اللحمة بتاع الإيه البفلو ده. عجبني ريحته, ريحة اللحمة عجبتني جدًا. أنا أهم حاجة إن أنا آكل حتة لحمة حلوة برضه, مش عايز سندوتش. آكل لحمة شكلها وريحتها حلوة, ما تخلينيش أتعب منها وكده, أتبسط منها. وبعدين هما جايبين برضو الكنز, التانيين جايبين ازازة بيبسي. يعني ده
السندوتشين دول التانيين اربع سندوتشات، الاربع سندوتشات التانيين ب 138 اللي هم المال 138، وجاي معاهم غير بيبس واثنين بطاطس، دول اثنين بس اثنين سندوتش ب 107. يبقى البافلو اغلى، البافلو اغلى، بس انا شايف ان البافلو ده برضه الخامات بتاعته مش وحش، مش وحش. وانا ما يعني مش عارف، انا بتقلي لو انت عايز تاكل من ماك تاكل من ماك، لو انت عايز تاكل من بافلو تاكل من بافلو، عشان ما اظلمش. واتمنى ان الفيديو ده يعجبكم وتتبسطوا منه، واللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك في القناه، واللي اشترك في القناه يعمل لي احلى لايك ويدعيني، وكل سنه وانتم طيبين، اشوفكم بخير، اتغدى انا بقى، السلام عليكم.